كل عام وانت بخير. لك هي مدافع العيد. اي والله شبتوها شبتوها. كل عام وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار شو تمام ليتكم اليوم؟ مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ قص ما عليكم نهاية بدري قبل شيء صار ساعة خطط فيه لا أمزح. اليوم بقول لكم قصة العمر. أوكي أنا رحت قايل لكم رحت عمرة قبل تقريبا من تنزيل المقطع قبل أسبوعين. أنا 15 رمضان أنا كنت بمكة. بقول لكم القصة كامل بالتفصيل لو كانت ساعة ونص بتنزل لكم جزء واحد. أنا بتنزل قبل العيد وكل عام وأنتم بخير وكل عام وانتم بخير. ما ادري ايش يقول من العايدين والفايزين. في ناس تزع استورات انا عندي استورات. اوكي استوراتهم يروح معي شلون. يلا ابتكم استنوا شيخ لون تربع بس ايال هذه بتكون اول قصة كذا وجه لوجه. اوكي ما ادري كيف ببدأ. اوكي اول شيء عشان بس يكون بعلمكم احنا شوية. اوكي يمكن كذا بيكم يعرف يمكن ما احد يعرف احنا شوية والشواية الفلوس. اوكي وما يحبون يقدر يركبون الطيارات فايش اخذوا باص ماشي عشان الباص ارخص. احنا كنا كم واحد 12 واحد ماشي كم الكرسي 200 ريال يعني كم مجموع 2400 ريال صح اي 2400 ريال يا عيال قلنا اوكي ما في مشكلة ما تطلعنا من هنا من الرياض. احنا طلعنا من البيت الساعة واحدة الا دقيقتين بالضبط 12:58 دقيقة احنا طلعنا بالباص وركبنا. لا احكي لكم عن الباص انا كنت ما راح اخلي شيء ولا شيء على الباص اوكي بس اللي يسوق في الباص كويس مرة. اللي يسوق في الباص سوري من مسكرة اتوقع اخواتي مرة جامد يعني الباص بسوف لكم عنده الباص يا عيال ما تقدر تجلس فيه. شوف شايفين الكرسي ده يمكن في الباص كرسيين من ده ثلاث كراسي عندهم في الباص كذا ضيق 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 لو انت سميني بيك اربع كراسي قسما بالله شيء ما في شيء تتسند عليه عشان تنام. الله لا يروي انا ادعي اقول يا رب اللي يبي يروح مكة يروح بس مو باص زي الباص اللي رحت فيه انا. اوكي حنا كم باص اخذنا 12 باص 12 كرسي اوكي الكل شخص له كرسي واحد. يلا خيو 2400 ما في مشكلة طبعنا مدري. المهم في واحد هناك ماشي شايب مرة شايب متفق مع صاحب المكتب هو مع ثلاث بنات وولد وهو خمسة وفي بالباص ترى آخر شيء في مقعد أربعة أوكي تقدر تجلسون فيه أربع أشخاص. الرجال حجز أربع أشخاص أربع كراسي الأخيرة لعياله ولو قدامهم هيوم ما في مشكلة رغم إنه صاحب الباص قايل له ترى ورا ما يصير تجلس أنت لأنك بعيلة وورا راح يصيرون كلهم عزاب والعيال قدام. قال لا أنا بورا راكب ورا يا عيال. من ركبنا الباص لحد ما رجعنا هو مشغل أمنا قسما بالله صدع راسنا منه يا عيال. كل خمس دقايق كذا يجيك على صاحب الباص يقول له في هنا اثنين قصد إنه عند العوائل في اثنين عزاب ليش ما يرجعون ورا وأنا وعيالي نجلس قدام. لا يا حبيبي ما تجلس قدام. ليش تجلس قدام اشغلتنا من البدايه وليه ما حجز قدام ترى قدام كان يقدر يحجز اوكي او هو يضف وجهه بغير باص يعني قسم بالله نذبحنا اذا واحد بس ناظر كذا بس لا تناظر يا ابوي عيل طبيعيه ليه ما بتروح لحالك يعني اذا ما تبي تروح لحالك يا اخي كان قدام في قدام والله في عوائل والله واحد سولف ولا كلمه في معانا كويس كويس في معانا سوداني كويس شبح لي قسما بالله انك عم يا السوداني اللي كنت معنا يمكن تذكر يمكن ما تذكر يا شوفوا انا توني صح شوفوا حتى عيني حمراء امس قاعد تقريبا حوالي 10 ساعات على البي سي قاعد العب شوي وامنتج عشان ما بيقطع لكم يمكن اسبوع العيد الثاني كله ما راح ينزل فيه اول مقطع لكن يلا المهم انتوا صحيت ويمكن في احداث كذا ما تجيكم يمكن اهبد مرات اسعد ما في هبد ما تصير سالفه اوكي عيال تخيلوا من كثر ما انه ازعجنا حنا حتى عيلته نفسه انزعجت زوجته انزعجت والمشكله خايف على عيال ما ابي اسولف لكن يا اخي ليش تخاف يا اخي خلاص انت دامك راي على مكه معناته الكل متخاوي وليت زينات يعني المهم اشغلنا شغل اشغلنا يا رب يا رب كذا اللي مو مصدقني يطلع مع هذا الشايب قسما بالله انكم تكرهون حياتكم لكن خير يلا عيال وصلنا وين ما مدري وين وصلنا طبعا نظام الباصات الحين انه يروح من بيتك اوكي المكه
بعدين للمدينة. أول كان يروح للمدينة بعدين المكة بعدين يدزك على بيتك على طول. الحين لا كذا عشان لما يرجع ما تنكسر عينه من الطريق فيرجع مدينة بعدين يجي على البيت. ما في مشكلة. طلعنا كذا على مكة نوقف عند جسمه يعني من كثرة الزحمة باصات تلقى ما في باص إلا في اثنين ولا ثلاث واقفين خير الطريق كله واقف يعني بليز. مشكلة بعيدة مكة تقريبا من هنا لهناك تقريبا حول 1000 كيلو لا 800 هكذا 900-800 كيلو يعني المشوار تقريبا 12 ساعة أكيد 12 ساعة توصل هناك والله مشوار. المهم نوقف لكم عند وشو عند استراحة عشان إيش نفطر لأن يعني طلعنا الظهر فلازم نفطر يا عيال تقريبا حاط لكم زي كذا زي صغيرة. وفي آخر شيء في مطعم رحنا للمطعم لأنه مطعم فول باكستاني ذا اليمني باللي يلا لقينا مطرحين إنه حنا كنا كم عيلة عيلتين أيوة يا عيال ناظر كذا تشوف الوسخ وسخ المطعم وسخ المطعم وسخ بس الحمد لله إنه الأكل نظيف لكن نظيف لكن وسخ المحل يا أخي نظف يا أخي لا تقول لي شو ما ليش تراه محلك يعني. المهم افطرنا صلينا المغرب جمعوا قصر يمكن والله ناسي مدى المهم وطلعنا هنا قال اخوي ولد عمي في زوجهم بعضهم كل واحد يقول الثاني شوف قلت لك عروس الثاني ليه لا انت رايحين مكه يا دينا والمصحف رايحين مكه قال اتوقع ان عمرته من قبل لكن ان شاء الله احنا نقول عمرته من قبل. طلعنا كذا لحد ما وصلنا السعود تمام احنا بحكم الشوايه ايش ماخذين معاهم الشوايه عشان ننفضح لا امزح ماخذين معاهم خيار بندوره وفليفله الفلفل هذا عب الباص كله الباص كله تعب ريحته فليفله يجيك عمي هو الشيخ الوالد قال يا رب ابوي ما شفت ولا عمى ولا اي احد يقرب لنا يشوف ذي القصه. المهم عيال وش يقولون اكلوا خيار بندوره يمكن ما لكم سحور ليه ما لنا سحور يمكن ما نلحق صاحب الباص لازم يوقف يعني اذا قال ايه واذا قال لا قصب عني يوقف يعني لانه سحور يعني احنا جايبين خير بندوره الباقي ما حد جايب معه هو اصلا انا زعلان لانه ما حد جايب غير حنا يا عيال اكن خير بندوره وانه انا ما قدرت اكل انا خير بندوره انا شوي ها بعيد عنه خصوصا الخيارنا خيار اله باسمه من كنا عيال طلعنا الباص وصلنا مكه تقريبا من 12 هنا لين الساعه 2 وحدة الا 5 دقائق حنا دخلنا عند الفندق اول فندق نظيف. المهم دخلنا للفندق وش يقولون ابوي وعمي خلاص دامكم اكلتم خير بندوره المشكله كل واحد اكل احنا 12 شخص جايبين كيلو وكيلو والله ما تكفي لو انه مدري وشو. المهم قلنا احنا الشباب طبعا كنا انا وولد عمي واخوي كنا احنا الوحيدين الشباب هناك ما لكم داخل احنا كنا الشباب قلنا لا نبي فطور نبي سحور اقل شيء يسند يعني احنا في عندنا بعد شوي طواف وسعي تقريبا حول الساعتين وبعدين بنرجع عشان نرجع نمسك طريق يعني معروف انه ما راح نفطر الا وحنا طريقنا على المدينه. المهم قلنا يلا عمي قال لي امشي محمد رحمه أنا إيش قاعد أسوي في سعودي؟ ما أدري. المهم رحت مع عمي أول ما مشيت تقريبا 100 متر لقينا على اليمين بروستد. لا أحكي لكم البروستد. بروستد ولا بروستد ينقص بروستد بس. حرام بالله ينقص بس بروستد. بنسوي ما في أكل يعني المطاعم جنب الفندق ما في ولا واحد إلا ذا. تاكل ولا ما بتاكل جعل عمرك ما تاكل. المهم جبنا رجعنا والله على الفندق يعني وطلعنا وإحنا راكبين. هنا احنا طالعين على المصعد يعني احنا كنا الدور الخامس توقع يبقى الخامس كنا طلعت معنا مغربيات ثلاثة انا كذا ماسك لانه انا اصلا اذا سلمت علي ما اعرف ارد عليها انا ما افهم ولا حرف اللغة المغربية باللغة وش باللهجة المغربية ابدا المغرب وتونس والجزائر ما تفهم ولا حرف وتقولوا ايش الفرق بينكم يقول فرق شاسيع لا ما هو فرق شاسع وكلكم نفس النظام النيزيق الصيف هذا هنا عمي حبي يتعرف صغير هذا عمي حبيب قلبي والله ما اقصد يساء مرت عمي تراني ما راح اقول انه عمي تعرف على مغربيه. المهم بس عادي ما هو تعرف يعني ذاك لا انه يعني كيف حالك مدري شلون هو سالت عن وضع سوريا ومدري وانتم ساكنين هي من ليش تسولف يعني تقريبا هذه البنت ذي شفتها في مكه في المصعد واحنا نازلين وشفتها في المدينه يعني نسخت بوجه لحد الان قسم بالله. المهم طلعنا من مكه هنا بنروح وين؟ على الفندق اكلنا وخلصنا الفندق من برا يبين لك مره نظيف مره نظيف مره نظيف لكن تدخل جوا شيء الله لا يرويك. دخلنا الفندق عيال قالوا يلا طبعا احنا مسجد عائشه احرمنا لازمك تحرم بعدين ترجع احرمنا وطلعنا كذا على الباص وقتها هنا اللي اقول لكم انه عمي قال لازم تاكلون خيار وبندوره لانه يمكن ما نلقى ما ادري وش النظام اللي عندهم لكن يلا عيال دخلنا مسجد عائشه احرمنا قسمنا احنا قسمنا بالمويه اللي هناك احرمنا وطلعنا يا عيال ونمسك لكم اياها برد 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 الله لا يرويك لان المويه ما كانت تجي حاره ابدا في مسجد عائشه طلعنا برد كذا نرجف كذا وش ذا يا روز لو داخل فيني جني ذا المهم يا لكن من امتع البرود اللي بردته صراحه عيال حرام بالله الدنيا برد الدنيا برد غسلت غسيل كفار استغفر الله عليك انا طلعت وانا قاعد ارقص المهم
طلعنا كذا على الحرم، وصلنا وين الحرم؟ وين الحرم؟ قالوا الحرم تقريبا بيعينكم كيلو وين مشي من هنا لهنا. الحمد لله انه الحين في مكه في نظام، اتوقع عندكم بس برمضان ما ادري والله، ما رحت الا مره واحده بدون رمضان من زمان بعد. الباصات ذي قدام الفندق يركبك على طول على الحرم مجاني، هذا اللي يريدونه الشياب حقنا. والله ركبنا ورحنا، طلعنا الحرم يا عيال، وهنا جدك الافلام يا عيال. اول ما تفوت على الحرم تشوف لك هناك نوعيات، تحس انك ما داخل مكه يا عيال، تحس انك داخل مسجد شيعة. تدخل يا عيال، اول ما تدخل هذا الوراء تشوف الا فيه هناك حريم كذا يسوونها. طبعا انت اول ما تدخل من الباب تقريبا يبعد عنك تقدر تقول يمكن حول ال 200 متر كذا الكعبه تصير قدامك، بس انها بعيده ماشي يعني كذا من بعيد يسوي لك كذا. ها يا ايش قاعد تسوي انت؟ ايش قاعد تسوي انت؟ انا ما ادري وش حكم ذا، لكنه نرفزني انا، انت نرفزت وقتها اوكي؟ قلنا خيوم كل ما ندينه الله يعينه، ما لنا دخل. دخلنا كذا كذا يا عيال، مره زحمه ما شاء الله، مره زحمه اوكي؟ احنا ب 15 رمضان، بعد كيف الحين؟ انا الحين قاعد اصور لكم ذي الحلقه، وحنا قبل العيد بخمس ايام تقريبا او اربعه وخمسه، احنا ب 25 رمضان حاليا. يا عيال تفوت، المشكله انه يا اخي لما تروح على مكان تعلم لغتهم اقل شيء، تعلم لغه فرعيه العالم كله يعرف، تعلم انجليزي، دامك جاي على منطقه عربيه تعلم العربي يا رجل، تعلم لغه القوم اللي تم في مكرهم، هذا من عندي انا، المهم انه يعني فاهمين صح؟ لما تعلم الله يسر عليك. المهم يا عيال انا ادري قلت المهم كثير، ولكن لازم تتعودوا يعني ايش بسوي يعني. يا عيال احنا الحين باقي تقريبا حول النص ساعه على الفطور ماشي، ما معنا مي ولا معنا اي شيء، فلازم ايش نسوي؟ نلحق عشان نشرب من ميه زمزم اللي في الثلاجات. يا عيال قاعدين نمشي كذا مره سرب يا عيال، مره كثير ما يعني، ممكن انه في اطفال هناك ممكن يختنقون، بس بقولكم على خطنا قدام مشينا على الطارف اللي يكون مقابل الكعبه. احنا وش نيتنا؟ عشان يعني اقل شيء نشم هواء يا رجل، ما في ابدا. فانا مخلي امي وابوي من هناك، ومخلي خواتي من هناك، وانا ماشي من هنا. انا اقل شيء اذا حد ضربني ما يهمني، احد درسني ما يهمني الحمد لله يعني. يجونك ذوليك النوعيات اللي اقول لكم اللي يسبحون من الكعبه ما ادري ايش يسوون، يفكرون ايش جايين نسوي زيهم عند الكعبه، قريبين من الكعبه يعني ايش؟ الله بيستقبل لنا اكثر، يستجيب لنا، الله يستجيب كل مكان يا حبيب قلبي. يا عيال ما تشوف الا دف دف رفس دف، يا رجل روح لاهفك الحين قسما بالله انه فيه هنود هناك، يمكن حتى هندي ما يعرف يا عيال، وخر يا رجل بعد ابدا. لا حياتنا من تنادي، يجي كذا مسوي كذا ها؟ ويدفش، سويت لأن كذا بكوعي رجح حل عني. يال دخلنا كذا لما وصلنا عند الثلاجات، الله لا يرويكم لما وصلنا عند الثلاجات ما يتزمزم. احنا كل واحد شرب تقريبا كاس ولا كاس وشوي، بل يلا لحقنا الكاس وشوي يا عيال، ضرب ما في الا ضرب. انا احنا كنا بالدور الاول، والدور الاول يا عيال ما شاء الله عليه زحمه اكثر من كل الادوار، عاد كيف الدور الاساسي اللي بتاعت عند الكافر؟ يعني احنا كل واحد لحق له كاس وشوي ومشينا، ماشي؟ مشينا لحد ما وصلنا وين؟ قدام الكافر. طبعا بوريكم مقاطع انا صورتها بالانستغرام، تابعوني على الانستغرام يعني، تابعوني على الانستغرام، اهم شيء تابعوني على الانستغرام. كان تقريبا باقي على الاذان حول ها 10 دقائق 15 دقيقه، ما نقدر نطوف ابدا، ما نقدر نطوف ولا طوفه واحده، لان تقريبا ياخذ منك نص ساعه تقريبا الدوره واحده. المهم يعني جلسنا كذا كلنا، جات يمين وشات ما ادري وش، المهم جلسنا كلنا، الحريم صارت ورا، جت تجمع العسكر، ما شاء الله على العسكر، تحياتي لكم عسكر كلكم اللي في الحرم، ما شاء الله ادب، كل شيء كل شيء في الحرمين يعني، اللي رحت على الحرمين كلهم ما شاء الله عليهم. قالوا الحريم ورا ورجال قدام، علشان لانه ما يصير تشوف حرمه اوكي وقاعد توطخ ولا شيء، يعني عشان الحرم والحلال، الحرمه صارت ورا ورجال قدام. يجونك هذول النوعيات اللي ما يفهمون، ها 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 او خرا روح انشب ورا، العمى جحاش يا عصبت، انا عصبت مره لانه نرفزوني يعني في الحرم، بغيت اضرب واحد والله بغيت اضربه. طلع ورا يا عيال وقعدنا احنا قدام، ابوي وعمي كذا قالوا كل واحد نصلي ركعتين ونقعد، صلينا والله كنا ركعتين وجلسنا هنا قاعدين نستنى كذا، احنا قاعدين نستنى لحد ما ياذن عشان نقوم نصلي. اذن رجعنا صلينا ركعتين سنة الصبح القبليه، صليناها يا عيال وقمنا صلينا الصبح، بعدين هنا كملنا نبي نوصل درج عشان ننزل تحت. سنة العسكر قالوا من هناك، قلنا لهم انا قلت لهم حرام بالله اني انا قلت لهم، قلنا لهم استنوا شويه بس، لان الحين في ناس جايه تصلي ما هي جايه تحرم اوكي، جايه تصلي، فخلوا الناس تطلع من الصلاه وحنا نقدر ننزل. احنا ضلينا واقفين لحد ما خلصنا الصلاه ونزلنا، وعلى طول في مكان كان الحمد لله انه بعد ما خلصت صلاه الصبح كان ما حد يقدر يفوت يصلي ابدا ولا اي شيء. استغفر الله يعني، الحمد لله انه خلونا مجال، احنا اللي نبي نطوف ونسعي خلونا مجال، اي واحد يبي يصلي غير مكان يقدر يصلي، اي واحد جاي مالك لابس حرام ما تفوت، هذا نظام مره بطل ما شاء الله. يا عيال فتنا على الطواف،
تقسم، احنا 12 واحد ما نقدر. صار اخوي ولد عمي وجدتي احبابتي جدتي نانتي ما ادري ايش تقولوا لها. المهم طلعوا الدور الاول، لان الدور اللي تحت ممنوع اي عربيه تدخل. قبل سنتين كان النظام عربيات عند الكعبه، عوائل بالنص، عزاب على اليمين. صار الحين لا، صار كلهم اللي بدون عربيه تحت واللي بعربيه فوق يختار الدور الثاني او الثالث اللي يبيه هو. العيال تقسمنا تمام، صرنا انا وابوي ومعي اختي الصغيره. من تكفل فيها حنا انا وابوي. العيال ماسك اختي كذا، شوفوا ماسكها كذا، انا ماشي لازمني شوف كيف ماسكها كذا اوكي، وابوي ماسك اختي من يدها الثانيه. ابوي يدفني من ورا. يا عيال انا هذا لحد الان بعد 15 يوم يتعورني. ابوي يدفني كذا، يدفني يقول لي سوي طريق سوي طريق. يا ابوي والله ما نقدر نوصل الكعبه، لان احنا ما نقدر نوصل الكعبه معنا صغير. احنا لساتنا الحين ربع الطواف لسه ما بدينا. قبل كنا نروح على اليمين اخر شيء، ممكن تاخر لك 10 دقائق 20 دقيقه اخر، بس الطوف مرتاح. الوالد يدفني يقول لي روح يسار عشان تصير قدام الكعبه، عشان خلص الطوف بسرعه. ابوي بيخلص عشان طلع اختي الصغيره. يا عيال احنا ماشيين ما تشوف لك الناس داخل. طلعت تجيك هذيك التونسية يا عيال اللي زوجها بيطلعها تقول له مانيش طالعة مانيش طالعة، وهي كذا تصير مانيش طالعة مانيش طالعة. لك يا ابن الحلال بغيت طلعت شوية تموتين، وين مانيش طالعة؟ بديش تنقل عين قصب من عندك. يا عيال طلعت قصب من عندنا، زوجها طلعها ترى زوجها مدري. المهم المحرم اللي معاها قصب من عندنا طلعها، تقول له مانيش طالعة كذا مسوي. يا عيال شوف مانيش طالعة مانيش طالعة. يا روحي جرب انت شوف ترجع العمرين ايش ما تطلعين، اذا ظلت شوي كانت راح تموت. يا عيال حنا باليلا خلصنا الطوف الاولى والثانية والثالثة، موت الا موت. اول ثلاث طواف انا فطست تمام، يجيك نفس الهند اللي قبل شوي ضاربه يسوي لك كذا. يا ابن الحلال استنى شوي، ويت استنى كل خرا، مسوي لك كذا ويدحل يبي يدخل يوصل عند الكعبه، يسوي لك كذا وما يفهم. يا ابن الحلال تعلم انجليزي اقل شيء، انجليزي الحين صارت ام العالم اوكي، تعلم انجليزي وتعال اي مكان تبي. ما متعلم حتى يمكن هندي مو متعلم. دفيت انا كذا بيدي، انا ماسك اختي مسكته كذا بيدي ودفيته كذا، بس استنى شوي خلينا نخلص يعني احنا امانه صغيره. الله جاب اخر ثلاثه التوانسه مره طال. عيال كذا ينادون حج صغيره حج صغيره يا شباب حج صغيره، الناس كذا بعدت لنا خلت لنا شوي طريق، لانه يقصدون انه معنا حجه صغير، بس هم يقولون حجه صغير اللي هي تقصدون بها اختي. اختي صغيره عمرها تقريبا 9 سنين، يعني الوالد ما ادري ايش اخذها، او الوالد اخذها غصبا عنا لانه دفع فلوس. يعني شوف انا ما قاعد اذم، بس انا اقصد انه الوالد انه دفع فلوس، انه حرام تروح معاه حج الوالد حرام تروح. اي رجع يا بل يلا خلصنا الطواف صلينا، ابو الوالد قال لك واحد صلى ركعتين ويطلع. اختي قالت انا ما اقدر انا رجولي تكسرت. قالت اختي صلينا انا وابوي واحد ركعتين. المهم يا دخلنا انا والوالد. شوف احنا معروف اي واحد يطوف يسعي تقريبا، بس سعي يعني يدور له دوره ولا يجلس بعدين يصير دور كل سبع دورات. الوالد قال لا انا ابي اسويهم سبعه. يا ابوي ما انا ما اقدر اشيل اختي، انا ما اقدر اشيلها. المهم يا عيال خلصنا الطواف والسعي ورحنا جلسنا على طول صلينا. الوالد صلى، الوالد طلع مصلي كذا تمام. لما تخلص من طواف من السعي في مكان كذا اخر شيء، مصور لكم المكان اللي من فوق، بس اللي تحت ما صورته لان كان في حريم وناقصني ادخل قضيه التشهير. المهم الوالد مصلي كذا، انت لازم تصلي كذا. الوالد مصلي ركعتين ومخليني حتى انا مصلي ركعتين نفس الاتجاه. الوالد يمكن عاد انا ما عدت ما ادري، انا كانت نيت على الكعبه، فيمكن ان شاء الله الله يرزقكم على نياتكم. المهم يا عيال طلعنا برا جلسنا احنا، يعني اللي يبي يروح حمام كرمكم الله يروح، واللي ما يبي جالسين. بعد تقريبا اربع دقائق خمسه خلصوا اخوي ولد عمي وجم عندنا. هنا نبي نستنى مين؟ عمي والحريم. يا عيال بنقعد تقريبا ساعه كامله، هم تونهم تا خالصين ساعه، نقعد تقريبا 40 دقيقه مره ثانيه نستنى عمي. تونه تعمي تا جاي من هناك، جاي من هنا هو الحريم، نطلع نتمشى. هنا الكل منهك. بوجه رساله لولد عمتي، الله ياخذك يا جحش يا اخي، ليه ما تروح مع امك؟ يا ولد عمتي ذا الكلب ما راح مع امه، ليش كذا مفزقنا ورعنا؟ ولد عمتي خلني ساكت اوكي، خلني ساكت لا افضحك الحين. المهم يا عيال رحنا على الفندق نمنا. يا عيال الفندق كذا تناظر كذا في اكثر صور يا عيال ماشي، مو هنا لا لا في الفندق كذا تلقى على شو اسمه اي زاويه في الفندق وسخه بس التخت مريح. يا عيال وفي فيش قدامي انا اختاريت ذا عشان في فيش، حطيت الجوال وقاعد اتابع لك تقريبا خمس دقائق كنت اتراجع حرفيا منهك تعب يا ابوي. الساعه 4 كان الموعد الطلوع للمدينه عشان المزارع، الساعه 4 الا شوي كذا نزلنا انا وعمي نبي ندور زمزم نبي نشتري اوكي. طلعنا انا وعمي على البقاله، عمي ضارب له على 5 ريال، عمي والله ندفعها، بس خلصنا تعبانين تونا صاحيين وتعبانين وزاقه معانا مره. طيب انا خلاص انت تدفع له 60 ريال وانا ادفع له 5 ريال، ما فرقت هي 5 ريال. بالي يلا عمي على ريالين ونص، يلا عمي احس زقت معه
بريالين ونص، بريالين ونص ما راح اخذها الا بريالين ونص. اخذها اجرار اللي باقي هي اخذناها كلها حطيناها هنا للسواق، ما يصير السواق اقول السواق هنا اللي يسوق في الباص تحيات لك وجود. قال لي حموده ترى ما ضليتم غير انتم، فعجل انا بصير اسوي شاور. قال عجل وروح جيب حلك وتعال، ما ضليتم غير انتم. عمي طلع الباص، عمي بيع العيله كلها، جاء العمرين ما حد يجي، طلع هو الباص. طلع جبت لي عيال ونزلت، نزلتهم عند الباص. هنا ركب معانا كان في قدام، كانت في عيله توقع هنديه، نزلوا الهنديه ما جاء معانا في الباص. مين ركب؟ ركب معانا عيله شاويه. ابو العيله ذي قسما بالله انك عمت يا عيال تربيه صراحه، قسما بالله انه شيخ. صح انه خانق بنته مره بس انه شيخ يعني صراحه، انسان مره خلوق ايوه مره خلوق. طبعا ما يروح حد ما يركبون كل الناس عشان هو يمنع عيلته ويرجع، رغم انه ما ادري وش كان بنسرقهم. لكن المهم يلا نرجع ورا. هنا الحمد لله انه هنا الشايب اللي قلت لكم في البدايه اللي مع اربع اشخاص سكت. يا القثنا ما خلى مسجد، ما قثن تقث. اذا حتى اخر ليش تاخر يا اخي؟ ايش تبي انت يا رجل الزمه. المهم يعني الشايب اذا رجع ورا، طبعا معروف شاوي يحب السوالف، ما في شاي ما يحب السوالف، ما تشوفوني انا احب السوالف. الناس نامت هنا، الشاوي وين جاء؟ جاء في النص اللي هو مكان الممر، في اخر شيء تقدر تجلس زي درجة تقدر تجلس. جاء ذاك الشايب، والله الشاوي والله مو شايب صغير، جلس عام يمسك لك السواق تقريبا يمكن حوالي 3 ساعات 4 حتى رجع. المهم يعني احنا الحين كذا على الباص، كان اروح واحط راسي وين ام والله. عمي يقول اكلوا خيار وبند، مره ثانيه اكلوا خيار وبندوره يمكن ما نلقى شو اسمه، ما نلقى فطور. لكن يا عمي الباص لازم يوقف قصب انه يوقف، اذا احنا مثلا مو صايمين هو مو صايم يعني لازم يوقفوا. هو مو جاي معاه خيار وبندوره بس انه جايبني خيار وبندوره. والله الرجال وقف، افطرنا هنا دخلنا على المطعم ناقصهم بيبسي، اروح اجيب بيبسي وارجع لاني انسى شو اسمه انسى الكاسات. ما ابي ارجع لانه انا داري انه لو رجعت لو سألوني على الكاسات وقلت لهم مدلها او مثلا نسيتها راح اكل خرا. ابوي بيمحطني يعني، وابي محطني قدام الناس ما عندي مشكله، بس عاد مو ضرب. لا تحيه لك الوالد، عمي وعم الكل. اخوي قال بيروح يجيب مويه واروح ورا على طول. طلعت ورا يعني ايش من كان بطلع ورا يعني، بتمحط انا لما اجي يا هل اروح لكم هناك وناظر كذا بس على اليمين بس كذا لقيت لكم كذا جمله مكتوبه. اوكي ايش مكتوب فيها؟ ذوق المنقوشه. ليش يا ذوق المنقوشه يا ذوق المنقوشه؟ ما تجيني كلمه سعوديه وكلمه سوريه، لا يا قلبي اكل سعودي اكل كلها سوري. يا كذا بنروح نجيب مويه، وجبنا بيبسيه مره ثانيه ورجعنا عاد على المطعم، اكلنا شبعنا وطلعنا. رغم انك ما قدرت تشبع لان المطعم هناك تقريبا الدجاج اللي فيه اقلبوا فندوات. تعرف الفندوة صح؟ المهم الفندوة ايش مكان تكون الفندوة؟ انا ما اكلها الفندوة، انا ما اكلها. تلهف هنا هيك كذا، هنا تثبت انا عندي. اكلنا عيال وطلعنا، اختي الصغيرة تقول لي بروح البقالة، اخذت على البقالة ورحت معي عيلتنا، عيلتنا اخذتهم على البقالة. والله امي جابت كيس كذا تقريبا كذا، شوفون كذا قالت ايش تاكلون على الطريق ماشي، اللي هو بسكوتات وحلويات، المهم يعني مفرحات. نشتري الاغراض مين دفع سعرها؟ انا. اوكي اساس انه ايش كلنا ناكل كيس عيال كذا مره كبير تقريبا، في كل شيء اي شيء تبيه فيه، تشلب فاطس تلقى فيه عادي ما مشكله. اوكي عيال ونطلع ونمشي لمسجد قباء. يا بنروح مسجد قباء ونصب قدامه، ورجال يقول يا شباب حتكون تقريبا نص ساعه تصلون وترجع، نصلي ركعتين نرجع. هنا مسجد قباء مكان التصوير، اللي يسوون عمره هنا اكثر ناس تصور هنا، يعني انا ممكن عندي البوم 3000 صوره بس مسجد قباء. طالع كذا الموقع مسجد قباء المدينه المنوره، ومسجد قباء المدينه المنوره صح؟ يمكن. المهم عيال نزلنا، الحريم راح الحال والرجال راح الحال، توضيت ورحت انا صليت ورجعت. هنا بوريكم صورتي هناك، تصورنا قاعدين احنا خلصنا صلاه وجلسنا قاعدين نستنى مين؟ الحريم. ابوي وعمي اول واحد موصلين الباص، طيب انزلوا تصوروا معنا. يلا نزلتونا تنزلوا، الرجال يقول يلا خلاص بصوركم خلونا نطلع نريد نوصل، على اساس انه كان الموعد لازمنا نوصل قبل العصر، والرجال ما شاء الله عليه شنب وصلنا قبله. ليش خربت قبل ما انهي؟ المهم يا عيال تقريبا ولد عمي بعث له الصور، صورنا بجواله، بعث له الصور تقريبا حول ال 100-120 صوره، تخيل 120 صوره. طلعنا في الباص والله طلع الشايب ده تاخر، وغثنا ليش تاخر وليش ما تاخر؟ انت ليش تاخر؟ ها؟ انا قهرني الشايب انا قهرني، يمكن الحلقه كلها بسولف عنه. يعني نطلع والله والرجال يمشي، نروح وين؟ للمسجد المدينه. هنا احنا خلصين قسم المسجد قبة تقريبا الساعه 9 كذا، ها 9 ونص لا والله حول العشرة. المهم الساعه 12 وربع كذا ها وصلنا المسجد النبوي اللي في المدينه. طبعا الباص ما يوصل قدام المسجد، لا يبعد كيلو تقريبا، تروح لين تمشي، خذ لك عادي الله على المشي، معك 4 جايز تمام. صار هذا تعب، رجلك مكسر، رجلك مكسر حرفيا، يعني ما كل تراب الا تراب. نروح كذا و
الوالد يقول عمي يقول له روح جيب لنا سحور وخلنا انا امشي مع الربع ويروحون للمسجد. عمي قال ما مشكله محمد مش معي ما ادري ايش انا اروح معه يمكن لاني صغر واحد. يب المهم نروح نلقانا اول محل. قلت له عمي هذا في محل وهناك في محل هذا ما هو عربي هذاك عربي مبين عليه من الكتابه يعني. دخلنا على هذا اول واحد في بروستد رغم انه ما ادري مين تسحر بروستد ما ادري احنا اللي تسحرنا بروستد. بس يا عيال الله لا يرويكم اول ما تفوت كذا تفوت من الباب هناك في جرد يقول لك السلام عليكم حجي مبروك العمرة. هناك جردي يمشي كذا يقمز الذبان هذا الذبان يحب على راسك كل شوي يحب على راسك ويرجع شيء الله لا يرويكم يا عيال. بس شو بنسوي ما في اللهو حرفيا ما في اللهو في هناك كشكات صغيرة هذه ما يتاكل من هذه ما اسمها كشكات تجارب اتوقع اللي هي مذاق سعودية واكل سعودية واكل مصر وما ادري وش. المهم هذه الاختلاف الثقافات اتوقع كذا يا عيال. اخذنا من عنده 8 بعد طلعنا هنا عمي ما يبي يجيب بيبسي ما ادري ليه. قلت له عمي انا سالت ايش اسمه قلت له صديق وين بقال عمي يقول لي ليش تلعمين نبي بيبسي نبي اي شيء نشر يعني فوق القرف حق المحل ما نبي نهضم يعني. قال لي اعطاني وراح دور على بقاله الرجال قال لي راح يمين لا اطلع من المحل راح يسار على طول تلقاها اروح يسار تقريبا امشي 100 متر ما في. رجعت لقيت هناك في وحده مكاويه كي المهم بنت من مكه السلام عليكم وعليكم السلام فكان ابي اشتري منها. قلت لها خاله البقاله وين؟ قالت البقاله راح داخل وعلى طول تلقاها. والله اول ما رحت تقريبا ما بي 5 بدار 6 لقيتهم على اليمين. دخلت السلام عليكم وعليكم السلام يا عيال من اوسخ الحاره اللي دخلت عليه هذيك يعني انا ما بيذب بالمدينه لا بس ان الحاره هناك وسخه 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 يعني انتم ماشي كذا جردي يعدي فار ما فرق جرد. دخلت تحس كذا اول ما تدخل تلقى على اليمين الكاشير تلقى كذا جردي يعني انا قبل ما ادخل اتخيل كذا الكاشير جردي ولا حيه ولا اي شيء. ادخل السلام عليكم وعليكم السلام اجيب بيبسيه وارجع. قال لي كم البيبسي معروف التسعة. قال لي 10 انا مثل 10 طلعت ركض يا عيال والله العظيم تخاف ان كذا طعنوك وانت ماشي. يلا وش بتسوي يلا وش بتسوي يلا على ريال بفيدك والله اعطيت 10 ريال السلام عليكم اسحب سيفون على عمي على طول. اخذنا الاغراض ورحنا تقريبا نمشي 11 دقائق. قاعد يسال عمي انا ايش اشتغلت قبل وما ادري وش وما ادري وش وقاعد يسولف لي نرى على ليبيا وابوه كان مدلل يقصد ابوي كان مدلل على جدي. قضينا الطريقه دي على سوالف ومشينا هنا ضيعنا ابوي. وين ابوي؟ الله ابوي يدق عمي يدق عمي يدق ابتلشنا. وقفنا مكان عمي ما شاء الله عليه نظره ما شاء الله عليه مره قوي. ابوي نظره خفيف نظر كذا قال ذاك ابوك. انا ما شفت ابوي الا بيني وبينه تقريبا 4 امتار ولا 5 قسما بالله اني ما شفت ابوي. ابوي جالس على الارض لان هناك ما في مكان تجلس عليه الا الارض. يلا وين تبغون نفطر؟ انا نتسحر. قالوا هنا. وين هنا؟ وين هنا قدام الناس قدام الرايح والجاي يشوفك. قالوا هنا تبي تفطر تبي ما تبي انقلع. قال عمرينك ما تفطر. هي زقه معاهم مره. قلنا خيوي امرنا الله شو نسوي؟ جلسنا كذا لمده 3 سفر يا عيال حرفيا الرايح والجاي يشوفك. انا اكني اي شيء انا ما يهمني الاكل انا يهمني المكان يا رجل ما يعني تتنرفز اوكي تتنرفز يا عيال قسم بالله انا اوريك من عندي ساعة. جتني ساعه هديه حتى لو كانت مره خايسه بلبسها ما لكم دخل. المهم يا عيال انا انسدت نفسي هنا ابدا انسدت من اوسع ابواب واكلت لي اللي قمتين تقريبا كذا السلام عليكم بعدت والله بعدت عن اهلي اول مره اجحد اهلي بعدت يا عيال والله الناس لما تشوف قسما بالله مالك نفس تاكل بعدت خلص وجاني اشيل انا اصغرهم اصغر الغامي خادمهم لما الوصف قالهم يلا شيل وروح كبوا وين وين ما وين قدام المسجد النبوي كذا في تطورات يا عيال انا اخذت كيس زباله اوكي اكرمكم الله وابي ادور لي على سطل اجي سطل برمي فيه ان شاء الله يكون سطل مويه يعني انا متعود هنا حارتنا كلها اسطل لونها صفر معروفه يعني يا عيال ما في كذا نظرت كذا في شيء زي الامريكان عرفتوا ذاك اللي يجيكوا زي كذا ها وفي له فتحتين بس وسطل السطل ما يوصل للارض قلت ما في له جيت حطيته ما صار انا من كثر ما عصبت اني ما اكلت نسفته بوكس يا لما نسفت بوكس دخل نظرت كذا لانه في رجال كذا تقريبا حول الـ40 كذا وزوجته قاعدين يضحكون طبعا ما هو ضحك اللي شفت السبك يمكن هم داخلين يقولون كذا بس لا خارجي كذا قاعد يضحكون يعني كذا زي اللي تعرف لما تجيك ضحكه لطيفه كذا كانه محبب من الموقف انا صراحه هنا استانست كذا جتني راحه نفسيه ما ادري ليش لان ضحكت ناس جتني راحه نفسيه ما ادري ليش جتني راحه نفسيه صراحه انا نذل لكن لا امزح وين انت لا يا حال ورحت والله تقريبا هنا الساعه حول الوحده
بننتظر كم؟ 3 ولا 4 ساعات صلاة الفجر. لازم صلاة الفجر حنا أي واحد حنا إذا سوينا عمره لازم صلاة الفجر تكون بالمدينة المنورة. إن شاء الله نروح الأربع العصر لازم صلاة الفجر. لا كذاب مو لازم. المهم إنه في صلاة لازم نصليها بالمسجد النبوي. حنا عيلتنا حنا ما أدري أي واحد. المهم إنه حنا لازم نصلي بالمسجد النبوي. والله رحنا كذا وجلسنا اللي الحريم راح ضاعت جدتي ضاعت أهلي ضاعوا كنا ضعنا. بعدين بعد كذا شمينا النمل يعني اجتمع النمل شلون شمن لما الشمل اوكي لما الشمل حقنا وتمينا كلتنا مع بعض. يلا جيم يا بعض وبعد الحريم راح الحال والرجال راح الحال راح ابوي وعمي راح الحال بقينا مين بقينا انا وولد عمي وصالح اخوي. هنا انا رحت وديت الحريم على مكانهم ورحت اتوضى قلت لهم وراجع استنوني شوي. رحت اتوضى تعرفت لي على هناك واحد من هنا من النسيم قسما بالله انه بطل يعني. كانت نفسيته مره 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 بطل يعني. نفسيه شبح لي. بعدين طلعت انا دقوا علي وينك ليش تاخرت ايش تبون انتو تاخرت يعني. المهم طلعت وضيت شربت كاس مي انا اذن تمام انا لما اذن اسرع قلبي انا قلت ايش تجحفلنا حرام بلا تجحفلنا. قلت هذا كذا اذان الصبح. سالت الله جاب ابو جود اذا اللي معنا قال لي لا ذا اذان استعلام. قلت له شكرا الله سعيكم مع السلامه. بعد شربت لي كاس مي طلعت عليهم على الشباب طلع هناك متعرفين على واحد راح اتوقع انه يميني كذا. قال اول ما جيت قال ذا وش فيه ليش خشمه بارز يا بالله خشمه بارز مدري أنت ما أدخل بعد أنت وش قسم بالله كأنك أعود خلني ساكت تقول مش أعود يعني حرفين تقول مش أعود. بعدين جانا عايز كري أوكي قال يا أخو قال لي أنا ويا قال لي يا أخو ترى ممنوع أنتم تجون هنا. قال لي دي لسليمان الله يلعنك ويلعن أدين النحسان جوك بس أنا الوقت أعجبتني يعني زبد للعسكري. شو تجينا تونسية تسولف تونسي هي تسولف أنا أقول لها هي تسولف وزلمي يقول لها إيش تبي. والواحد فينا فهمنا عليه قال هذه من وين. طبعا إحنا كنا جايبين كاس موية أوكي ما أدري تسمونك مو في كاس موية تشتريها ب5 ريال سعر الكيس تعبيها ب5 ريال أوكي حلو عشانهم يحبون التوفير شوية يعني. طلعنا قالت إيش رأيكم تروحون جيبوا لي بالله قولي والله أول شيء قالت تعطوني إياه قلنا لا ما معروف ما ننطيك إياه إحنا شيلنا الطريق كله بننطيك إياه والله لو إنه ما أدري وش. قالت سايكم تروحون جيبوا لي يعني باقي الصلاة تقريبا 4 ولا 5 دقائق لو اني اروح ما الحق اوصل شو اللي تروح تجيبوا لي. قلنا ترى المحل هناك بعيد شوي. قال شكون تروح تجيبوا قلنا لما اروح نجيب الطريق صعب يعني. راحت شوي لما رجع عم ولد عمي واخوي وقفوا معي رجعت جت بيقول شكون تروح تجيبوا لي. الحمد لله ان ولد عمي طلع جواب زي جوابي. قلنا لها ما نقدر نروح نجيب لك لان الطريق بعيد. قالت لنا مع السلامه. قلنا لها مع السلامه مع السلامه. راحت ورحنا احنا دورنا مكان نجلس لازم نخلي عندنا الاقرار. قلنا انا ولد عمي بندخل اول شيء نجلس هناك يعني اخر شيء علشان ظل الغرب ورانا على طول. جلسنا انا ولد عمي اوكي هنا بدم العسكر حق المسجد النبوي يقومون الناس ممنوع هنا تجلس هنا اذا امتلى المسجد النبوي انت تجلس هنا. قالوا يقعدون تقريبا نص ساعه يطردون توانسه من هنا يجون باكستاني يطردون باكستاني يجون سواري يطردون سواري يا عيال مبلشه وبلشه. احنا كنا جلسنا اخر شيء لحد ما جونا احنا قالوا نقوموا. قلنا الله يعطيك العافيه ما نقدر نقوم لان اغراضنا هنا. قال اغراضكم بالحفظ والصون. قال ندري بس احنا ما نامن من الاخير. لما شافنا قمنا وكذا محترمين ما قلطنا معنا انه في ناس ناقلطوا معه وقال والله لا تقومون اذا ما قمتوا يا انا يا انتم. قومهم وطردهم لما جينا احنا قمنا قال خلاص دام خربانه والله ما تقومون. يعطيك العافيه حبيب قلبي. جلسنا احنا استنينا الصلاه قبل ما يأذن بشوي. ولد عمي قال لي شبعت انت من السحور. قلت له والله اني ما قدرت اكل. قال استنى شوي ايش تاكل. قلت له انا ما يهم انا اي شيء اكله المهم من مكان. راح والله رجال والله ما قصر صراحه. قال دورت على بوفيه ما لقيت ولا اي بوفيه الحين فاتحه. جايبين كل واحد موز وكروسان. الله جايب كروسان شوكولاته لانه الجبنه انا ما اطيقها ابدا لو دفعوا لي فلوس. لا يدفعوا لي فلوس بعد اكيد ما اشاوي لا امزح. جابنا يا والله رجال ما قصر. وين حصتك؟ قال انا اكلتها. قلت له يعطيك العافيه. جلست اكلتها رميت الزباله وراي. لا صراحه خليتها معي اخر شيء طلعت الكوبايه. خلصنا صلاه والله كان صوت جميل. طلعت هناك وانا الطريق كله ادعي يا رب في كيس حطيته لا يضيع لان الكيس ده فيه اقراض شوي قاليه اوكي شارينها
اهل حاطينه بالكيس وانا جيت وحطيته هناك، حطيته تقريبا ورا الباب على طول، يعني اي ابن امه يشوفه انا قاعد ادعي انا بالصلاه يا رب ما يسرق الكيس، لانه اذا سرق ادري انه اخر صلاه راح اكون مصليها ذيك الصبح. كانت امي بتقط راسي حرفيا. طلعنا اول شيء اول ما خلص الصلاه سياف او سياف ولد عمي قلت له سياف قوم على الحزن، شلنا الغرس سياف قال لي فوت الحمام كرمكم والله، قلت له فوت انا مستني بس عجل. الرجال والله ما كذب خبر، راح بسرعه ورجع. طلعنا كذا اركض انا ولد عمي قلت له اركض ابي اركض انا، اذا ما ركضت باكل تراب. يا ركض الحمد لله من بعيد شفته ارتاحيت جلسنا قدام الكيس ننتظر اخوي وننتظر عمامي وننتظر تقريبا قعدنا نص ساعه. بعدين رحنا والله الرجال قال الساعه 6 لازم تكون بالباص، اللي ما يكون بالباص ترى علي الباص، يعني اعطانا بعد الصلاه ساعتين. والله لو انك مدري وشو لو بتصلي على مومياء خلصت صلاه وجيت. ركبنا بالباص واستنينا هنا، احنا ما تقدر تسوي اي شيء لازم تجلس وتتكي. قال وامسك لكم اياه النومه تقريبا 12 الظهر عشان ينزل نصلي جمع وقصر. الرجال وقف عند جسمه صحوني انزل عشان تصلي جمع وقصر. نزلت صليت رجعت انا ما اقدر انام، انا بس اصحى ما اقدر انام. حتى الوالد احيانا يصحيني يقول لي قمت سحر وارجع انام، بس قمت سحرت ما اقدر ارجع انام انا، خصوصا اذا صحصحت، اذا صحصحت ابدا لو ما ادري وش يصير مع لو ما ادري. يا عيال خلصنا صلاه وطلعنا انا هنا ما اقدر انام، امي قالت لي انا ابي انام ابي الكرسيين، لان الكرسي قلت لكم ترى مره ضيق. قالت امي انا ابي ابي الكرسيين، خلي اختك تجي عندك وانت تشوف لك صرفهم بلا ما ترد انقلع. يعني والله جت اختي مكاني، انا رحت جلست وين على الدرجه اللي كانت جالس عليه السواق اذا تذكرون، جلست هناك والله قاعد اتهرج انا والرجال والله كيف حال مدري وش، تعرفنا على بعض شوي وماسك الطريق تقريبا من اثنين لا من الوحده ونص تقريبا للاربعه. حتى احنا هنا دخلنا يعني قبل بيتنا بكيلو بس، وصلنا كيلو هناك عد محله ينزل، نزلنا يا عيال والله والرجال كانت مره خايفه كويسه وجمعان الشايب اللي قلت لكم شاوي جمعانا كذا ويهرد وما ادري وش. صراحة رجال من شبة حلي يعني، صراحة حبيت الزبدة. المهم نجي ننزل لقينا هنا اخوي سلمت عليه حب راسه ما ادري. المهم سلمنا عليه نزلت والله وانا جاني النوم صراحة وقربت اخلص السالفة. ادري سالفتي دي مرة طويلة يمكن بس تتحمل ايش بتسوون. يعني ركبنا تقسمنا وبعدين كل واحد على بيته. هنا وصلت الساعة تقريبا 4:30 دخلنا البيت 4:30 وحدة طلعنا 4 رجعنا بعد 3 ايام بالضبط. يا عيال جينا على البيت هنا ما يا عيال بل يلا تقدر تمشي. طلعنا على البيت كل واحد راح غسل واجي لك يا عيال واسحب لكم اياه النوم من الاربعة. الثاني يوم الساعة 9 الصبح صحيت انا نوم جحاشي حرفيا جحاشي، يعني لو اني جحش ما انام كذا. قلت لاهلي قبل ما انام قلت لهم ترى ما اروح الاسبوع ذا كله غايب، خفت عن المدرسة لانه العمرة صارت انا 15 رمضان اسبوع 15 رمضان ذاك اللي قبته مع ذا الخميس. واسحب لكم اياه نوم يا عيال واغيب لي يومين زياده. يب اليوم الثالث رحت المدرسه يا عيال، وافضل شيء انه كانت هنا بتجي وزاره، فايش المدرسين قالين اي واحد يجي له 4 ولا 5 درجات حتى لو ايش لو كنت حرامي مدرسه تاخذ 4 ولا 5 درجات. رحت هناك اخذت 4 5 درجات السلام عليكم طلعنا. واسحب لكم اياه سيفون. جيت الاحد اختبرت الاثنين جا الوكيل قال ترى اي واحد بيغيب الاسبوع ده يعني ما راح نخصم عليه. واسحب لكم اياه سيفون لحد الان سلام عليكم يا المدرسة سلام عليكم يا القصة. أدري إني مرة طولت، يعني الحين التصوير صار تقريبا ساعة ونص ساعة وكذا. ها تحملوا لو كان أنا قلت بنزل القصة دي جزء واحد لو كانت مدتها ساعتين 2 hours أنا ما عندي أي مشكلة. لكن إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتصل لايك والاشتراك وحسابتي موجودة تحت صندوق الوصف تابعوني عليها كامل. وإذا عجبتكم القصة تمام قولوا شوفكم قصص ثانية ما عندي مشكلة، ترى أكذب ما صارت معي قصص كثيرة بأهبد لكم من راسي واللي يمكن أعطيكم قصص غير قصص الأنبياء. وكل عام وأنتم بخير وصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومع السلامة.